وانا واريت شرعي وممكنش نخرج انا من هاد الدار هادي. كيف يعقل هاد السيده هادي اللي كتهمني وفات لي تحكمت بشهرين الحبس ظلما وعدوانا؟ يلا نشوف. السلام عليكم. الاسم ديالي عبد الصمد إداموش، حنا ورثة الحسين إداموش الحسين. المشكل ديالنا هو ان الوليد ديالي كان تزوج بواحد السيده في 2016. مشيت انا وياه تزوجنيت فعلا، جبناها من الجنوب من مدينه سيدي افني. السيده كانت معنا مزيانه الحمد لله. المهم تزوج جينا من وراها الوليد ديالي مرض، ملي مرض مسكين ما طولش توفى. يعني السيده هذه تزوجت بالوليد ديالي لمده عام وشهرين، مرض مات. من وراها فاش مات بقات شاده حق الله، لقينا هنا في الدار حنايا مجموعين. الوليد ديالي كان كيشد شي فلوس من فرنسا، يعني عنده لاغوتخي ديالو. طلبت مني نمشي نعمر معها الوراق، حيت الناس ديال فرنسا قالوا لها خص واحد من ولادي يعمر معك. فعلا مشيت انا وعمرت مع الوراق وبدات كتخلص الحمد لله. المهم مزيان الله يعاونها. من وراها ناضت هزات حويجه خرجات مشات بوحدها، ما جرى على حد، ما دوا مع حد، كنا ساكنين مجموعين بخير وعلى خير. المهم اش كان كيدور ليا في راسها الله اعلم. اتصلنا بها قلنا لها ودي المشكل شنو هو، واش باغا تبقاي واش باغا تخرجي؟ قلت لها انا باغا نخرج وباغا. المهم كانت بدات كتهضر بشي بواحد الاسلوب ما حنا ما فهمناش. المهم الاخوه ديالي اتفقوا باش يعطيوها حقها، عطيناها مبلغ ديال 30 مليون. الدار عندنا فيها سفليه وكراج بروميان ودوزيام، واحد السكنه في السطح يعني عشوائيه. السيده ما بغاش، قالت لك تنفكر ونتشاور. من وراها قلت لك اسيدي لا غتعطيوني عقار تعطيوني السكنه. بقينا كنتفاوضوا حنا الدراري بعضياتنا. المهم في الاخر عطيناها السفليه، قالت لك واخا عطيناها السفليه. المهم غير بالهضره. من بعد عيطت قالت لك لا تعطيني السفليه والكراج. بنت الناس راه ما جاتش السفليه والكراج. وحنا حنا عندنا الدار كاينه في الدريسيه جوج قريبه المرجان درب السلطان، يعني في بعض الموقع زوين. السيده قالت لك اسيدي لا عطيوني السفليه والكراج ولا غندير معكم القانون. فعلا خرجات مشات للمحكمه، دخلت للدار المحكمه. دابا الدار غتباع في المزاد. المهم تعطلات في المزاد ما تباعتش. وصلت انا وياها ناضت اتهمتني انا بالسرقه. وصلنا لعند البوليس كتقول لهم السيد اقتحم الشقه ديالي، رغم ان ما عندهاش هي الشقه، حنا اللي ساكنين حنايا مجموعين وحنا ما كننكروش حنا الحق ديالها، وعطيناها حقها وهي ما بغاتش. اتهمتني بالسرقه. المهم بقينا في تبادل التهم. من بعد واحد النهار انا كنت متفاجئ، انا من ذوي الوراثه، ها هي الملكيه ديالي، كاين الحسن اذ هموش، عبد الصمد اذ هموش، محمد امين اذ هموش، حنايا ثلاثه والتالي راه انا تماك. كنتوصل بالمحضر الافراغ بالقوه العموميه من ذوي الوراثه، علاش غير انا بوحدي؟ انا هادشي اللي بغيت نفهم، واش انا ماشي ولد الحسين اذ هموش؟ تقول لي هي تقول لي ماشي ولده. واش انا كاري وديري لي هنايا كمكتاري؟ وكاين واحد الكري عندي انا مداعي معاه وما تحكمش بالافراغ، علاش؟ ما فهمتش انا هادشي اللي بغيت نفهم. انا ما بغيتش يتفهم لي الان. ما وكنطلب من هاد الناس يعني من المسؤولين، لانني انا تظلمت انا بزاف. انا ما عمري تشديت، ما عمري بتلي لا في الكوميساريه. انت جات هاد السيده هادي زوجناه بالوالد، السيده بو عنده 85 عام وهي زايده في 71، وبيني وبينها انا عام، وتقبلت انها تزوج بالوالد ديالي، وصبرنا معاه وتعاوننا معاه، وخل ما خل خلينا فين يعني فين خرجناها تهلات فيها المدام ديري، ولات كتعرف القريعه، تعرف الحفاري، تعرف مرجان، تعرف بزاف بزاف الحوايج، لان احنا الاصل ديالنا شلوح.
وتعاملنا واحد المعاملة والله والله شاهد علينا. ناري قلت سيدك شو لا سيد صمد الحكم هذا وش عمرك جيت سيدي على الضفة الضفة في المحاكمة ديال هذا الإفراع هذا؟ لا خويا ما عمر جات انا جاتني هاد جا هاد المحضر جاني هاد المحضر هذا هو الثاني كان جاني واحد اخر في المحضر بارجاع الحاله لا النهار كدوز هاد القضيه لا 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 ما عمري حضرت انا ما عمر جاتني الاستدعاء ديال المحكمه انا هادشي اللي جاني غريب انا تصدمت انا بهادشي هذا ما فهمتش او كيفاش واحد انسان وارث ومالك هالملكيه يعني انت راه مالك في هذا المنزل هذا وتحكم بهادشي هذا راه بان لي ما فهمت انا السيد هذا اش كدير هادشي كيفاش وقع ما فهمتوش هذا راه ظلم كبير والحمد لله حنا في دوله الحق والقانون وغادي ناخذ حقي انا هادشي غنعرفو لان انا ما عندي لا سوابق الحمد لله ما عمري دارت ما عمري تشديت والحمد لله الجيران هما يعرفوني العائله هما كي يعرفوني واش حيت انا بنت ليه درويش ما عندي سوابق ما عندي حتى حاجه نضت بدات كتلعب عليا كيف ما بغات ما عرفتش لا حقها اللي غيجي راه هو اللي غتاخذ اما باش انا ودير لي هادشي هذا راه هادشي راه بزاف عليا انا هادشي دا كنقولو كنطلب من المسؤولين الله يجازيهم بخير راني كنت تعرضت للظلم بزاف وتهمتني بالسرقه ديت ليها واش واحد غادي يخرج من الدار وغادي يدخلها للمحكمه وغادي تباع في المزاد وغادي يخلي 3 مليون وبراسلي راه لا يعقل انا غادي نخرج من الدار صبر ديالتي ما نخليهاش انا كاع وحده مخلي 3 مليون ودبليجو حنا في السكن مشترك وملكيه مشترك هادشي راه ما كيدخلش للدماغ غادي تعاود للدري صغير يضحك يقول لك اه وحده خارجه من الدار وصلي 3 مليون ودبليج هادشي راه هادشي كذوب بين كذوب لان شفت هي الشقره شفت كيفاش صبيتها وهادشي كامل علاش حيت ما بغيناش نعطيوها السفليه والكراج لان السفليه والكراج هنا في الدريسيه دايرين 70 مليون وهي ما جاتش بحقها 70 مليون حنا تفاهمنا معاه نعطيو واحد المبلغ ودخل عمي ولادو زعما الحمد لله ما ضيعناهاش وقومنا الدار قلنا لها اه بنت الناس اجي انت وسير عند السمسار وديري اللي عجبك بيعي باش ما عجبك ولكن راه تعرضت للظلم والضغط بزاف لان ولاو كيجيو البوليس يجيبوا لي في استدعاءات انا ما عمري وصلت للكوميساريه مشيت لان الكوميساريه جوج مرات لاكارت الاولى ولاكارت فاش غادي نبدلها المحكمه ما عمرني دخلت لها شفت شي حاجه في المحكمه لا حول ولا قوه الا بالله واش حيت انا شافتني زعما درويش داخل في سوق راسي بغات تركب عليا بغات ما فهمتش ولات كتهدد فيا ولا خوتها كي كيدو فيا ولا تندخل لك للحبس غندير عليك ما انا المطالب ديالي وهو كنوجه نداء ديالي الى المسؤولين الله يجازيهم بخير وحنا الحمد لله في دوله الحق والقانون اللهم لك الحمد الحمد لله نشكره وانا عندي الحمد لله الثقه في القضاء المغربي لانه هو اللي غينصفني لان هاد السيده دي دخلت مشي بيبان ماشي قانونيا وشوف التخلود اللي دارت لانه كتعنب الفلوس هي عندها فلوس انا ما عنديش انا مازال ساكن في دار با انا وريت انا ما عندي الحمد لله والو ولكن عندي الحمد لله الله وعندي الحمد لله القضاء المغربي الحمد لله راه معروف عالميا بقوة القانون ديالو بالحقوق والحمد لله انا واخا جاني هذا المحضر الافراغ بالقوة العمومية انا متاكد الحمد لله في القضاء المغربي انه غادي ينصفني وانا كنشوف انا اش نقول لكم عندي وليداتي عندي ولدي صغير عنده 10 سنين عندي الدريه بنتي عندها تبارك الله 17 عام وانا وريث شرعي وممكنش نخرج انا من هاد الدار هادي كيف يعقل هاد السيده هادي اللي كتهمني وفات لي تحكمت بشهرين الحبس ظلما وعدوانا اتهمتني بالسرقه وباني جريت عليها من الدار وما خليتهاش تدخل حنا بالعكس حنا ما تربيناش حنا الحمد لله على هاد الشيء هذا
تربيناش عليه، وما عمر شي واحد الحمد لله انا سمعني في الزنقه وتخرجوا دابا دار دار دقوا عليه الحمد لله غادي يقول لكم اش كاين. كيف يعقل الوريث الشرعي بوليداته يتم افراغه من المحل ديالو؟ علاش هذا الشيء هذا؟ اش درت انا هذا الشيء ديال نفهم؟ والحمد لله عندي الثقه في القضاء المغربي وفي الناس ديال القانون وفي القضاه، والحمد لله كاينين الناس الحمد لله اللي كيساندوني وكيدعموني الحمد لله ونشكره، لان الحمد لله حنا في دوله الحق والقانون وغادي ناخذ حقي، وهاد السيد هادي غادي نتابعها مازال، لانك كتهمني بشي حوايج اللي رغم انا اللي خصني نتابع، لان الوالد ديالي مسكين راه فاش مات راه الطبيب الشرعي ديال الجامعه راه ما دوزوش، ما بغاش يدوزو، قال لك ودي خصكم ديروا لي التشريح. انا كنت هذيك الساعه مصدوم، لان با انا كنت مصاحب معاه حيت با باش غيتزوج انا اللي مشيت معاه وحضرت الخطبه ديالو والزواج ديالو، وانا اللي جبتهم من سيدي افني حتى للدار البيضاء، والعائله كلشي عارفين، والحمد لله عندنا فيديوهات ديال النهار اللي فاش داروا المهير. شنقول لك اخي، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. السلام عليكم. اخويا شنقول لك، هادشي بصراحة كيألم والله، لأن الظلم كيبغي حتى شي واحد. أنا زوجة هاد السيد، توصلنا بهاد الورقة هادي اللي ما كان حتى شي استدعاء، ما كان حتى شي حاجة، بأن باش تجي تخرجوا مرت باه من الدار وتخرجنا، وكاين عندنا وليدات وكاين عندنا كلشي، باش تجي تخرجوا من الدار وتحكم ليه المحكمة بالإفراغ. هادشي راه لا يعقل، لأن هادشي ما فهمناش أشنا هو، وهو وريث أكثر منها هي، رغم انها عطاوها اكثر من حقها، وصلوا على حتى 30 مليون وما قبلاتش، شويه عطاوها السفليه وما قبلاتش، شويه قالت لهم زيدوني الكراج، يعني بزاف، هذا بزاف، يعني الطمع اكثر من القياس، باش تجي تخرجنا حنايا من الدار هكاك ظلم من دون خوته هو. علاش هو بالذات هاي الملكيه شنو فيها؟ علاش هو تخرجوا من الدار؟ وعلاش المحكمه تحكم ليها بالافراغ؟ هو دايره لك مكتري، علاش هو وريث؟ هو عايش في دار باه. هذا الشيء اللي بغينا نفهمو حنايا، لان هادشي ما دخلش لينا راسنا وجرينا تاعينا. علاش المحكمه تحكم لينا حنا بالافراغ وخرجوا حويجاتنا ووليداتنا ونتشتو بحال هكا؟ هادشي ما تفهمش لينا. ودعيناها الله، لان اتهماتو في بزاف الحوايج ما دارهمش، دعيناها الله. انا كن من هذا المنبر كندعيها الله، كنقول ليها الله ياخذ فيك الحق، لان تعنات بالفلوس، اتهمات وقالت شي حوايج اللي ما درناهمش، ما اديناهاش. بالعكس، انا راجلي هو الوحيد اللي وقف معها، هو الوحيد اللي ساعدها، هو الوحيد اللي وقف معها اتخذت لانتريت ديال راجلها مازال كتشدهم دابا، هي باش كتدير هادشي باش كطلع وتهبط. علاش عبد الصمد؟ علاش هو من دون خوتو اللي تعامل معها مزيان ووقف معها تعامل معها بحال هكا؟ علاش؟ شنو هاد الظلم هذا؟ علاش خوتو اللي ما قبلوهاش ما حملوهاش ما مستاتهم حتى شي حاجه؟ علاش هو؟ علاش هاد الظلم هذا؟ ما كيبغي حتى شي واحد، لا ربي لا العبد، ما كيبغي حتى شي حد صراحه. هادشي اللي بغيت نقول. نعم، اش غنقول لك؟ بالنسبه حنا كنقولوا زعما راه بلادنا خاص يكون القانون وخاص يكون العدل وخاص يكون هادشي، ما نتمنوا من القضاء يمشي في الحق، يمشي في الحق، لان هذا ظلم ما يبغي حتى شي واحد. انا هذا ظلم. تنساوش تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.